مرحبا فيكم في لو سمحت، إذا كنت جديد في القناة اشترك وفعل الجرس ليوصلك كل جديد. طاقتك أنت يا برج الحمل، أنت حاليا في طاقة عجلة الحظ. احتمال إنه أنت تكون حاسس نفسك يوم بتكون ناسي هذا الشخص ويوم بتكون متذكره، يعني أنت بين بتحس طاقتك طلعت ومبسوط وسعيد، وفجأة بتقعد بتركز في كل الأحداث وبتعيد كل الأحداث، بتكررها مثلا من حد ما بلشتوا في العلاقة لحد ما انتهت العلاقة. أو إذا يعني طبعا البعض منكم إذا أنتوا في انفصال، وإذا أنتوا مع بعض أنت حاسس إنه مشاعرك اتجاه الشخص أحيانا بتزيد اللهفة عليه وأحيانا بتقل مثلا تصرفاته أو أي شيء بيخليها تقل، ان مثلا هو مهمل او متجاهلك اذا انتوا في العلاقه. اذا انتوا منفصلين فانت حاليا بتدير هاي العلاقه، وانت كمان مخليها تاركها لله، تاركها للحظ. واذا في نصيب انكم تلتقوا مثلا راح تلتقوا، اذا ما في نصيب يعني ما امن بالقدر، واذا ما في نصيب انه ما تلتقوا ما راح تلتقوا. هيك انت انت شايف ان هذا الشخص هو الحب اللي انت بتتمناه، او الحب اللي انت كنت بتدور عليه من فترة طويلة، وانت حابب تستقر مع هذا الشخص، عندك حب له مش طبيعي. واحتمال انه انت دخلت بعلاقة جديد وكأنه الحظ لعب معك شوي، احتمال البعض منكم طبعا بعطي احتمالات يعني لانه اكتر من شخص بيشاهد القراءة. خلينا نشوف طاقته، هو زعلان جدا، انا مبين عندي طاقته هون كمان زعلان، هو زعلان وبعيد في حساباته، وهون برضه عندي طاقته انه هو بعيد في الحسابات كلها من ناحية العلاقة، هو زعلان عليك جدا جدا، وحس حاسس نفسه انه خسرك خلص، يعني خسرك هو زعلان جدا جدا، زعلان عليك، هو في طاقة مش مبسوط نهائي، يعني هو في طاقة المحاسبة مع النفس وإدمان على شيء ما، عنده طاقة زعل، وهو عارف إنه هو خسرك، هو عارف إنه خلص أنت زي جاب آخرك، هو زعلان كتير، وهو بيفكر في كل إشي صار أنت قدمت له إياه، وهو كان متجاهله وكان مطنشه، كان لاحق شيء آخر أو لاحق مثلا عمله، كان دائما أنت مثلا تقدم هو يرفض او هو يتجاهل، لانه هو عارف انه انت متمسك فيه، متمسك فيه لاخر لحظة، هيك هو كان بيتجاهلك، وهو قادر يصالحك على فكرة الشخص هذا، بس الزعل مخليه انه ما ينتبه انه هو في طريقة ما يحل هاي المشكلة، ما عنده ادراك نهائيا. هو شخص لما يدخل مثلا موجة الزعل بضل فيها على فترة طويلة، وهو فعلا بضل فترة طويلة في الزعل، وبيحاول يطلع من الزعل بس هو مش قادر، واحتمال زعلان لان انت يمكن تركته فجأة. خلينا نشوف، لكن انت بتحبه، انت حاسس ان المصير هو مصير، انتوا مصير كل اتنين تلتقوا مع بعض، وانت احتمال تكون حاسس انه هو يعني مش صدفة انت لقيته، انت لقيته لانه هو كملك، هو نصك التاني، وانت حاسس انه هو نصك التاني، ويمكن تكون انت توأم شعلة. طيب خلينا نشوف طاقته حاليا، هو في الناين اوف سورد، هو متكتف وهو مش عارف، زي ما حكيت لك بالاول بالطاقة تاعتك، هو مش عارف كيف يفك هالأزمة أو كيف يلاقي حل لانفصاله عنك أو لتباعده عنك، أو أنت اللي تباعدت عنه على فكرة، مش هو اللي أنت اللي تباعدت عنه، أنت أعطيته كلمتين وحملت حالك، سكرت الباب، حطيت له بلوك، سكرت وراك وما طلعت وراك، لأن أنت تقريبا هذا الشخص عذبك لدرجة كبيرة، لأنه هو في تفكيره بيراجع بالذكريات، وبحس انه عمل معاك اكتر من موقف، يعني عدة مواقف
خلتك تشعر بالخذلان من ناحيته، وانه هو ضيع فرص كتير من ناحيه، يعني من ناحيته، انه من ناحيتك عفوا، انه انت اعطيته اكثر من فرصه وهو كان يضيع هاي الفرص، يعني بالوقت انه يخلي كل شيء للزمن، للوقت للزمن للوقت، فانت خلص زي فاضت فيك، وحابب ان وحبيت انه تفض هاي العلاقه كلياتها بمواجهه هذا الشخص. فهو على فكره الشخص هذا عقله عنده في عقله صار ضغط في التفكير من ناحيتك انت، بفكر في الكلام اللي صار، بفكر في المبادرات اللي انت بادرتها والتجاهل اللي هو عمله، كل اشي بيعيد في العلاقة من اول ما بلشتوا مع بعض في العلاقة لحد ما انتهت العلاقة. لان انا شايف البعض منكم وحتى للأغلبية انتوا ان في انفصال تام. خليني اشوف لك انه الشخص هذا عقلك يكاد ان ينفجر من التفكير فيك، وانه هو متباعد، يمكن انت شايف انه هو متباعد، ومثلا انت مفكر انه هو ما بفكر فيك نهائيا، لكنه هو بفكر فيك اصلا، انت ما بفكر ولا في اي شيء اخر الا بفكر فيك انت، في العلاقة وكيف اللي صار الانفصال وكل هذه الامور بفكر فيها. على فكرة انتو لازم يصير بينك تسامح، زي ما حكيت لك الشخص هذا بتمنى انه تسامحه، لانه هو حاليا ضميره معذبه، وكمان هو بفكر في كل اشي صار بيناتكو. ف يعني هم بيحكوا لك انه تسامح عندما تطلق صراحك وتصفه بالماضي، ستختبر المزيد من الحب في لحظاتك السابقة. يعني هم بيحكوا لك انه انت لما تسامح هذا الشخص رح تعرف اذا هذا الشخص هو كان يحبك من اللحظات، انه تنسى الالم اللي وجه لك اياه هذا الشخص، وتتذكر في بعض اللحظات انه هذا الشخص في لحظات معينة هي بتثبت لك انه هذا الشخص كان يحبك، لكن هو شخص يمكن غير مدرك لأفعاله فقط. يعني هو مش مدرك انه مثلا اذا تجاهلك انت راح تروح وما ترجع، اذا مش مدرك اذا هو انشغل عنك وخلاك اخر اولوياته، ان انت راح تحط اول اولوياتك انك تنسى هذا الشخص، وما كانش مدرك كل هذا اللي راح يصير. لهيك هو في حالة المحاسبة مع النفس، هو بحاسب نفسه، بأنب نفسه، بأنب ضميره، لهيك هو في طاقة يعني تعبان، والشخص ده على فكرة مريض او تعبان نفسيا من الانفصال اللي صار. الشخص التعبان تعبان ومريض، واحتمال انه داخل بحالة نفسية مخليته هو تارك اعماله، تارك اشغاله، ومقيد بس بفكرة انه انت الشخص خسره، بالنسبة له انت شخص خسره. يعني من الاخر فهم بيحكوا لك هون لازم يصير تسامح في هاي العلاقة. التسامح بيخليك انه تنسى شو الشخص هذا عمل فيك، وتتذكر له الاشياء الحلوة اللي هو عملها. لما انت تتذكر الاشياء الحلوة اللي هو عملها اكيد راح تصفح عنه وتسامحه، وتدرك انه هذا الشخص كان يحبك، لكن افعاله كانت تثبت لك عكس ذلك. طيب هو كيف شايفك وليش شايفك بهاي الطريقة؟ هو شايفك صامت، وشايفك انك انت انفصلت عنه، لكن هو شايفك انه انت صرحت او وضحت له انه انت مثلا اذا ما تغيرت من اتجاهي راح انفصل عنك. انت صرحت له، انت اعطيته الكلام اللي كنت انت كبت جواك، فكيف حكيت له هذا الاشي وصمتت وانفصلت عنه نهائيا، التزمت بالصمت. وهو شايفك انه كمان انه انت عندك ايمان بربنا انه اذا هو كان خير لك رح يجي، واذا هو شر انه رح يبعده، لانه شايف انه عندك روحانيات عالية جدا، وانت انسان روحاني بدرجة عالية جدا، عندك الحاسة السادسة، كأنك انت حسيت على هذا الشخص انه مثلا بيتلاعب معك، فانت صرحت له انت كذا كذا كذا، فهو تفاجأ انه انت كيف صرحت له في هذا الاشي، او كيف عرفت في نقطة زي حصل كشف حقيقة.
فهو شايف انه انت شخص روحاني لدرجة عندك احساس، يعني احساس 100% احساسك صادق، فهو شايف انه انت بتقدر تكشفه. لو اجا مثلا تأسف لك، انت راح تحكي له مثلا الاسف، يعني اللي راح تتأسف لي بعده انت راح تكرر الغلط اكتر اذا سمحت تحلها. فانت كأنه عندك احساس اذا انت سمحت هذا الشخص راح يتمادى اكتر معك، وراح يعني راح يعيد كل اشي عمله فيك دبل. فهو عارف انه انت واضح او كاشفه، انت كاشفه، انت كاشف هذا الشخص، هو عارف، عشان هيك هو متخبي، وعشان هيك هو بيراجع بنفسه بالذكريات كلياتها. انت شخص تكشف بالحاسة السادسة، بتكشف الاشخاص اللي امامك. هيك هو شايفك انه انت صامت، وفجأة بتهب، وفجأة بتصمت، وفجأة بتطلع تحكي، وفجأة بتصمت. يعني هو شايفك انه انت مش متناقض، لا، انت زي ما تحس ان هذا الشخص بلش خطوة مش صح من ناحيتك، بتطلع بتصرح ان انا بعرف ان انت مثلا مش صحيح، او انت مش صريح، او انت مش واضح، او انت في حركة مثلا ندالة من وراك، او حركة غير صحيحة من وراك. فهو شايفك ان انت كاشف رائع، يعني انت كاشف، كاشف كل العيبة، وكاشف كل خطواته، او هو زهقك بنفس الحركات اللي بيعملها بيكررها معك. فهو شايفك ان انت صريح وهو غامض. انت كنت بالوقت اللي كنت لازم تكون فيه غامض كنت صريح، وهو في الوقت الكامل لازم يكون فيه صريح هو الغامض، يعني عكسك كان. لكن شايفك بعض الغموض وبعض الوضوح، يعني واضح بعض الشيء وغامض بعض الشيء، وبتقدر تكشف الشخص اللي قدامك شو بده يعمل. طب هو كيف شايفك وكيف شايف شخصيتك؟ هو شايفك ان انت مستقر، مستقر ماديا او مستقر مع عائلتك. مش شرط انه نحكي مستقر ماديا، يعني انت مثلا ان شاء الله الله بيعطي الجميع، بيكرم الجميع، لكن هو شايفك انه انت يعني لما نحكي هو شايفك مستقر ماديا، احتمال انه انت مثلا موفق بشغل معين، او اهلك مثلا ناس مرتاحين ماديا، وانت مثلا سعيد مع اسرتك من خلال انه متوفر لك كل احتياجاتك. احتمال انه انت شخص تشتغل في عمل موفر لك كل احتياجاتك الخاصة. فمش شرط ان تكون انت، يعني في ناس بيحكوا احنا لا نملك شيء، بل انت بتملك راحة البال، او بتملك اخوة يخافوا عليك، او اهل يخافوا عليك. فهذا بيشوفه هو الشخص، هذا بيشوفه انت بتملك اشي فائق، يعني اشي اكتر من المال. لان كارت العشر نقود التين اوف بنتكال هو السعادة والراحة والرخاء، السعادة بين الاهل والاسرة. لما تكون انت شخص متزوج وانفصل على هذا الشخص عنك بسبب انه انت في زواج، او كشف او صرحت له انه انت مثلا ما بتقدر تستغني مثلا عن اسرتك، او عندك اطفال وانت منفصل. يمكن انت شخص على فكرة في انفصال، طلاق، او وفاة زوج او زوجة، ما عندك اطفال وانت مستقر معهم، وانت وضحت له مثلا انت ما بتقدر تستغني عن اطفالك. فهو شايفك مستقر عائليا وماديا، واحتمال انه يكون انت مستقر مع عائلتك، ومثلا اهلك بيحبوك، امك بتحبك، اختك، اخوك، يعني هذه هو شايفها انه استقرار بالنسبة لك. هو شايفك انك انت شخص لما بعدت عنه استقريت، دورت على استقرارك بسرعة. هو كيف شايف شخصيتك؟ هو شايفك طيب جدا، البيج اوف بنتكل، شايفك شخص صغير لكن عاقل وناضج، وشايفك انه انت زي ما حكيت لك انه انت روحاني جدا، انت عندك حس عالي في انك او احساس في الاشخاص اللي امامك انك تكشف نواياهم. هو شايفك هيك، وشايفك كمان انه انت بتحب تركز على عملك اكتر ما تركز على العلاقة او العاطفة، او لو حتى هذا الشخص اذاك انت بتروح تتجه نحو انك تركز على عملك
او على استقرارك المادي والاسري فقط. يعني مش راح يمكن انت بتضوج مره واحده ولكن تصمت مره واحده، وهو شافك انه انت شخصيه طيبه جدا، هادئه نوعا ما، وكمان شافك انه انت بتحب تقدم الخير لكل اللي حواليك. لكن اذا الشخص حاول يستغل الطيبه فيك او الخير اللي انت بتقدم له اياه، شفته استغلال، انت رح تقطع معي فورا. انت بتقطع، انت بتحبش حد يستغلك حتى لو انت طيب. انت بتحس اذا الانسان اللي امامك بيستغلك او لا. هو شايفك هيك، انت شاطر جدا مع انك صغير في السن احتمال، بس انا مش شايف انه في، يعني لحظه اشوف فرق في العمر، يمكن في فروقات بينكم، احتمال يكون في فروقات عادات وتقاليد دينيه، بس مش عمر، ما اعتقدش عمر. اذا في بينكم بس سنين قليله، بس الشخص زعلان عليك جدا، حاسس نفسه انه خسره برج الحمل. خلينا اشوف، نعطيكم من مساحه ونشوف شو خطوته، شو نوايا، شو خطوته. رح اعطيك كمان نصيحة من الكارت للرومانس، المون، نشوف شو بحكوا لك هون. انا رح اعطيك كمان كارت، شوف. طيب هون بقول لك لاحظ كيف يؤثر القمر على طاقتك ومظاهرك وتستفيد من هذه الدورات. يعني انت لما في طاقة، احتمال الشخص هذا بتأثر عليك على فكرة، في طاقة انت بتجيك وبتأثر على نفسيتك، لان عشان هيك بحكي لك انه انت فجأة عندك بتعلى النفسية وبتحس حالك انك كاره هذا الشخص وما بدك اياه، وفجأة انت بتحس نفسك انك بدك هذا الشخص. احتمال طاقة هذا الشخص تكون مأثرة عليك لدرجة بينهم بيحكوا إنه القمر هو مأثر على طاقتك، في دورة ما هي بتأثر على طاقتك وبتأثر على شكلك الخارجي. فأنا بحكي الأرجح وإحساسي إنه الشخص هذا هو بيخليك تفكر فيه من كتر الطاقة اللي ببعتها، طاقة الزعل وطاقة الندم. لهيك أنت بتحس حالك إنه فجأة مثلا أنت مو طايق هذا الشخص وفجأة بتحبه هيك بدون اي مبررات او مقدمات. فانت لازم تعمل تسامح لحتى انت تعرف وضعك في العلاقه، هل بتحب هذا الشخص او لا. يعني لازم تعمل تقييم، اذا عملت تقييم لنفسك، او مش عفوا مش لنفسك، للعلاقه، شفت السيئات تبعته وشفت الحسنات تبعته وقيمتهم بالضبط. اذا شفت في الحسنات في شغلات يمكن تثبت ان هذا الشخص بتحبك، انت اكيد رح تعرف هذا الشخص كيف كان يثبت مثلا الحب لك. هل كانت السيئات اكثر وكان مثلا مش بس تجاهل، كان استغلالي، كان مثلا علاقات متعدده، انت رح تعرف من هالعلاقه انت كنت فيها، اكيد رح تقدر تقيم هل هذا الشخص كان يحبك وهو عن جد زعلان عليك، ولو هو شخص كان مثلا مستغلك فقط. وانا مش شايفه انه استغلالي، لكن انا شايف انه عذبك نفسيا كثير لحد ما انت طفقت وقلت له خلص انا عمي مش لاعب، بديش الحب ولا بدي اي شيء. فانت بتقدر تراجع كل شيء صار بيناتكم وتقيم هل هذا الشخص هو بحبك فعلا او لا. عشان هيك بقول لك سامح، سامح وبلش قيم هل هذا الشخص هو بحبك او لا. فانت بتعرف هي قصتك وانت قادره في المشكلة اللي صارت بيناتكم، وانت بتعرف اذا هذا الشخص بحبك او كان هو مستغلك فقط. خليني اشوف ويدنج. المشكلة هي شكلها
الموقف هذا ينطوي على زواج. احتمال انت تكون شخص متزوج او هو شخص متزوج، او انت صرحته اذا مثلا ما تزوجتني انا راح اقطع هاي العلاقة. ففي شخص منكم في زواج، او انتو كنتوا في زواج وانفصلتوا عن بعض. طيب خلينا نشوف الشخص هذا شو نوايا وشو الخطوة اللي راح يقدمها ناحية الحكم. طيب الشخص هذا نوايا انه يصبر عليك ويظهر لك نفسه بشكل تاني غير اللي انت بتعرفه. احتمال يكون على فكرة في فرق بينكم في العمر بس مش كتير، وكمان احتمال يكون انتو من قرية من مدينة وهو من مدينة او قرية، احتمال انت قروي او هو قروي. وكمان هذا الشخص حابب انه يكابر ويفرجيك انه هو شخص مثلا تقيل، وشخص مثلا انه شخص الكينج اوف ووند، يعني شخص الايجو عنده عالي، او بدي فرجيك كبرياء انه مثلا هو ما بيقدر ينحي امام هاي العلاقة. احتمال تكون انت مثلا رفضت تنفصل عن زواج سابق، او انت كنت تزوج منفصل عن زواج. فالشخص هذا بده يظهر لك، بده يظهر انه هو خلينا اشوفها اكثر، لانه شايف انه بده يرفع الايجو عنده بس هذا نوعي، ويقعد يربك من بعيد ردات فعلك لما انت تشوفه مثلا هو مثلا منهز للعلاقة كلها، او انه ما عندوش مشاكل انه تتركه، فهو بده يشوف ردة فعلك وبده يتحركش فيك. يعني تحركش نشوف الشخص هذا فرجيك انه سكر على الموضوع وانه مش هامه اشي هاي خطوته، وانه الايجو عنده عالي لكنه مهتم ومنهار، لكنه بده يفرجيك انه هو شخص سكر على الموضوع بالنسبة الى انتهى الموضوع، وانه هو قادر انه يتجاوزك. بس الايجو عنده عالي جدا عند الشخص، مع انه حالة لا يرسلها. يعني دي اكتر من هيك شو هذا لفرجيك وين. طيب هيك ناوي، طب شو خطوته من ناحيتك؟ الشخص هذا بده ينهي مرحلة من الألم و الشخص هذا يخبي عنك انه تعبان. خطوته وانا وياه نفس الاشي، الشخص هذا بده يعني بصراحة انه هو مش بده يرجع، هو بده يفرجيك انه هو ما صار فيه ولا اي اشي، بده يخبي ويعاند الشخص هذا ويظهر لك بشخصية انه هو لازم يكون محور الكون بالنسبة لك، وانه هو مهتم في اعماله، وانه حول ابتعادك عنه لنجاح. هو دي فرجيك بس هيك، يعني مش سيئة لكنه الايجو عنده عالي، كأنه هو بدي فرجيك انه يعني مرحلة، هو زي مرحلة انه بدي فرجيك انه انت خسرت هذا الشخص، لكنه عارف انه هو الخسرك، هو عارف قرارة نفسه عارف، لكن هو بده يبين لك انه هو مثلا مرق في حالة التعب هاي، لكن هاي ما اتعبته او ما ارهقته، بس هو لساته واقف على اجري وما انكسر، وبده يفرجيك انه هو انهى الالم وبدأ بداية جديدة من ناحيتك، او مش من ناحيتك، من ناحية نفسه امامك فقط.
يعني بيتخبى ورا قناع ان هو مشهور وهو مثلا محبوب من العالم وهو واثق في نفسه، ومثلا انت هزلت ثقته في نفسه قلت له انت كذا وكذا وكذا، وهو لا بدي افرجيك العكس ان الناس كلها بتحبه وكل الناس حواليه وهو مثلا شخص ملك وكل الناس بتبص له بتتفرج عليه وبدي اقعد اتفرج على ردات فعلك، وهو بس بدي اعاينك انه اغلق الموضوع. بس ما فيش نوايا انه يرجع حاليا لانه هو حاليا تعبان، يعني هو في حاله الاكتئاب بعد الانفصال، يعني هو مكتئب بعد الانفصال. طيب خلينا نشوف الابراج، عندنا سرطان و هذا بشوف الاسد وكمان الجوزاء، احتمال يكون الشخص هذا الجوزاء واحتمال البعض منكم، وبرج العقرب احتمال انتم بتتعاملوا مع برج العقرب جوزاء اسد وفقط. هاي الابراج اللي عندنا. شكرا لكم يا برج الحمل، احكوا لي شو قصتكم في التعليقات، وهل عن جد هذا الشخص انتم تركتوه نهائيا لكنه مش طالع من بالكم، انتم بتحسوا حالكم انكم انتم شفيتوا لكن ترجعوا لورا، بتعاد ترجعوا للذكريات وترجعوا للتعب النفسي. وهل عجبتكم القراءة حطوا لي تحت.